عندنا خبر كمان، خبر جميل جدا عندنا مع حضراتكم دلوقتي. هنشوف تقرير عن نقل مقر الاتحاد الافريقي الى العاصمه الاداريه، نشوفه مع حضراتكم منه. نطلع فاصل علشان نستقبل ضيوفنا النهارده اللي مشرفتنا، الكابتن الكبير شريف عبد المنعم والكابتن الكبير عمرو الحديدي، بعد فاصل. الحقيقه يمكن من 2017 كان اتفاقيه الكاف لم توقع. الحقيقه بذلنا كحكومه مصريه جهد كبير جدا ووقعناها، بدانا فيها 2019، حوكمنا الموضوع طبعا مجلس الوزراء وبتوجيه فخامه الرئيس، قدرنا ننهي اتفاقيه الكاف. لكن بطلب الاتحاد الافريقي ان هو يعني حتى لو هو نقل من الجزيره الى 6 اكتوبر، لكن المقر عايز مكان اكبر، وفي عروض كانت عنده يعني من حته تانية. لا، هي الكاف تاريخه في القاهره الحقيقه بتوجيه فخامه الرئيس، خاصه تم تخصيص يعني ارض 20 فدان في العاصمه الاداريه، وده حاجه كبيره جدا. وكان هناك المباحثات والتفاوضات التي انهيت بكل خير الحقيقه. شركه العاصمه الاداريه وزاره الشباب والرياضه الكاف، وانهينا ووقعنا النهارده. احنا قوتنا الناعمه الرياضه زي الثقافه كده، مهم جدا، وفي قلب قوتنا الناعمه الاهلي والزمالك في افريقيا كلها، والكوره هي مزاج المصريين، فاحنا لازم نكون يعني فيري بروفيشنال في شغلنا، واحنا بروفيشنال في شغلنا. I'm just going to make a few brief remarks and on behalf of the 54 countries football federations are part of CAF. بالنيابة عن الدول الخمس والأربعين أعضاء الاتحاد الإفريقي، أود أن أشكر الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة والشعب المصري على هذه الشراكة الجديدة، والتي من أبرز نتائجها المقر الجديد للكاف في العاصمة الإدارية الجديدة. CAF has got a proud history with this great nation that has got a proud football history. للكاف تاريخ كبير ومشرف مع هذه الدولة العظيمة ذات التاريخ الكروي المشرف. اليوم هو استمرار وتأكيد للعلاقة الوطيدة بين الكاف ومصر. لقد دشنا اليوم النصب التذكاري لرابطة الأندية الإفريقية، والتي تضم 80 من أعظم الأندية الإفريقية، والتي من أهم أهدافها جعل أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية أخرى كبيرة مصرية وإفريقية تعلو وتتطور أكثر وأكثر وتنال دعم هذه المؤسسة الجديدة. لدينا ثقة كبيرة في الأندية الإفريقية أن تصبح من أكبر الأندية في العالم، ولنا مثال في مصر ولاعبيها مثل محمد صلاح، والذي يجعلنا جميعا فخورين أنه لاعب إفريقي. مصر من أهم الدول التي تجعلنا واثقين أننا نستطيع أن ننافس على المستوى العالمي، وأندية مصرية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم يستطيعون المنافسة على المستوى العالمي، ونتمنى أن نرى أحدهم يحرز بطولة كأس العالم للأندية.